هذه جولة صباحية يوم الأربعاء، إن شاء الله في الجهة ديال العمران، السكن الاقتصادي. وخليكم معايا حتى الأخير الفيديو، وما تنسوش تدعمونا باللايك والبارتاج في مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة عبد الله البركاني، متابعين قناة أحباب عبد الله البركاني، ألف مرحبا بكم دائما في هاد جوج قنوات. اللي مازال عاد يشترك في هاد جوج قنوات يدخل يشترك ويفعل الجرس باش دائما يوصله الجديد. واليوم إن شاء الله خرجت ندير بكم واحد الجولة من جهة برجوة واللوت باش نوري لكم السكن الاقتصادي، حيث واحد المتتبع في أوروبا طلب مني باش نصور جهة ديال برجوة واللوت ونصور له السكن الاقتصادي. المهم خليكم معايا حتى الأخير الفيديو، وما تنسوش الدعم، ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وشكرا بزاف لكم، ديروا لايك. هذا السكن الاقتصادي موجود في برجوة واللوت بمدينة بركان، وجاي قدام الجنانات ديال المزاح. صراحة السكن هنا يزين بزاف، وكاين كذلك عينوة واللوت قرب هذا السكن الاقتصادي، وكذلك كاين الطبيعة الخلابة. المهم شقق رائعة بثمن مناسب اللي بغى يشري. بناء 192 شقة اقتصادية، ثمن 14 مليون للشقة، جماعة زقزل وولوت بركان. بالنسبة للمعلومات، رقم المكتب ديال هاد الشقق الاقتصادية راه كاينة في هاد بلاكا. المهم جميع المعلومات موجودة في هاد البلاكة.
جولة صباحية نتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتكون عند حسن ظنكم. كما راكم تشوفوا واخا ما صبت الشتاء، الضيا ديال الوليوت عاد باقي فيها يعني الماء شويه، ومن تصب الشتاء بزاف يعني غادي يزيد يكثر فيها الماء بزاف. خوتي خواتاتي، هذا الواد ديال الضيا ديال الوليوت، بحيرة وولوت. كما راكم تشوفوا هاد العام ما صبطش الشتاء عندنا في بركان، والواد ديال الضيا ديال وولوت يعني نشف العام الفايت تبارك الله ما شاء الله، يعني مع الله سبحانه كان عطى الشتاء مزيان، وهذا الواد ديال الضيا ديال وولوت كان يعني حامل. هاد العام راكم تشوفوا يعني الجفاف، نطلبوا الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته ويعطينا الشتاء على قد النفع، وان شاء الله الضيا ديال وولوت تحيا من جديد ويرجع ليها الماء كما كانت من قبل في الثمانينات في الستينات السبعينات، يعني اللي عقلوا على الضيا ديال وولوت يعني كانت ما تنشفش، دائما الواد ديالها يجري وكيصب الواد، هاد الواد ديالها كيصب في واد شراعة يعني شلال، كيصب في واد شراعة.
خوتي خواتاتي، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش ديروا اعجاب وتبارطاجيوه في مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا بزاف بزاف لكم على الدعم والتشجيع والتعاليق الرائعة ديالكم. شكرا بزاف على الكلمة الطيبة، وألف تحية وسلام لكم كاملين. ألف تحية لجميع المتتبعين من داخل الوطن ومن خارج الوطن، وألف تحية وسلام لجميع المتتبعين من كل الدول العربية الشقيقة ومن جميع أنحاء العالم. حفظكم الله وبارك الله فيكم، ومع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله.